يعتبر معرض المنتجات الاستهلاكية CES تقليدا سنويا للشركات التقنية في عرض منتجاتها، لأنها تمثل أكبر وأضخم المعارض التي تعرض المنتجات والتقنيات الاستهلاكية في العالم، حيث قدمت الشركات أحدث التقنيات والمنتجات لعام 2018. وسط العديد من الشاشات المنزلية، نجد بأن شركة سامسونج تمكنت من إبهار الزوار بشكل كبير بشاشة تلفزيونية جديدة بحجم 146 بوصة. كانت نجمة المعرض بدقة 8K وتقنية جديدة باسم مايكرو LED. السيارات ذاتية القيادة، ومنذ ظهورها بدأت الشركات، خاصة الشركات ذات الموارد المالية الكبيرة، تراهن عليها وتتسابق فيما بينها لتأتي بالجديد والمثير في هذا الجانب. وشركات كثيرة شاركت في هذا المعرض لكشف أحدث ما توصلت إليه، سواء في تقنية السيارات نفسها أو إدماج بعض التقنيات الأخرى في هذه السيارات مثل المساعدات الصوتية. لازلنا في الخطوات الأولى لرؤية توجه قد يغير الكثير من مفاهيم القيادة في المستقبل. Welcome to CES. الروبوتات أيضا كانت حاضرة وحازت على محط اهتمام زوار المعرض، حيث أنها تنوعت بوظائفها من المساعدة في الأعمال اليومية إلى زيادة الإنتاج والتسلية والترفيه أيضا. العديد من الابتكارات والمنتجات سوف تفتح بابا واسعا لتطوير وتصميم الطائرات بدون طيار، حيث أصبح بإمكان الجميع الحصول عليها بتكلفة مالية رخيصة أيضا. وفي هذا المجال تمكنت شركة انتل أن تبهر الجميع بعرض رائع في سماء مدينة لاس فيغاس بمشاركة 200 طائرة دون طيار. نترككم أخيرا لتستمتعوا بهذا العرض الجميل. That I should hope less. Heaven can help us. Well, maybe she might. You say it's beyond us. What is beyond us? The sea and the stars. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us, the sea and the stars. And I will still be here, stargazing, I still look up.